إنك أنت العليم الحكيم. خالقي عالمي دقر عربي روس دو سورة فتح دا آية 25 دا وها أمر فرمان دك هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بني صدق الله العظيم. هم الذين يعني هم الذين كفروا بالله ورسوله أوانان أو أبي كافر بخدا ورسوله خدابونا بني و وصدوكم عن المسجد الحرام يعني ومنعوكم عن المسجد الحرام كم منع وكرنا إيش المسجد الحرام و وصدوكم ولا هدية يعني ومنعوا الهدية منع أمعتكم سلوى درما منع هدية كرنا شوي بجا يعني يا أمي هدية عطف بكن بالنسبة بالسر كميفا أوج مفعولة صدوية ياجي أمي عطف بكن بالسر المسجد الحرام ما إجامي أو شاخي بجرب خوينا ماني ومنعوا الهدية يعني فبقى محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه يعني هدية جي حبس كرنا لجي ويناشتنا كهارا جي خوية بري هارا مناي والودر ولا سجي كرن شوا منع وكرنا جي طوافا كعبي منع هدية جي كرنا كهارا جي خو ولا الودر ولا سجي كرن إجا قضاد بجاء والهدية معكوفا يعني محبوسا ها ملي ولولا رجال مؤمنون يعني ولولا وجود رجال مؤمنين بالله مؤمنون يعني مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به وهنك بيرك أوجك مؤمن أوج مؤمن أجل نجهب نوان كي مؤمنات به كلا تعرفونهم هو الناس ناكن ها ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم يعني شيء لا تعرفونهم أقوم والناس ناكن أن تقتلوهم مع الكفار كون بكجن بكافر أرى كون نزان أو مؤمن ودنا مؤمن أدانا أو شيء مؤمن بيرك مؤمن أو مير مؤمن دنا كافر أدانا أو وني رابن يعني مثلا وكي مثلا حدث عباس تطورهم دبيت شي يعني نبي أن تطعوهم دبيت شي أن تطعوهم يعني أن تقتلوهم كون بيل وانكن يعني ون أزيت وان بكوشن أمي بيجاش وانا قرشي أمانا سرد عباري بيتشنا أزوران يعني لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار فيصيبكم من قتلهم اسم وديات بغير علم منكما او وقتكم بني ون رابن بيل وانكن او ون وان بكوشن او او شاخي فتصيبكم منهم جوان يعني جوي كشتنا وان او معرك بجوا يعني او زرارك بجوا يعني او خوينتك بستيوا او قنج ورا حاصل به وبغير علم هاي وجهتنا معنى قشر بني نفسه سيدة او ان تطعوهم تديد دبجي دبي بدل بيش رجال وغا يعني يكون نجوى رجال ونساء بيا مقصد نكوش رجال ونساء يعني نشبي اللي كرنا هوال سر وغيا كوهين الزرار بدن وهين وابقوش نشبي بيا ويخدي ازنا هوا دو بيا جواب ويد بجمع دبا تقول دبا بدلش بيش شما؟ بيش بيش رجال بشخوا بالخوري بيجي رجال النساء يا بدل بيش بدل بيش ضميرة تعلموهم بيش بيش همي با ويجي ويجي الضوية ستا ويجي عاول بيش رجال النساء با ويجي تديك ويجاب بدل بيش ضميرة تعلمو أن تطعوهم تعلمو تمام يعني نشتر ساكو هين بيلوا بكن وجبركو هين ونازناكن هين الزرارة بدنوا هاو نجوي ترسي بيا ويهولي بيا يعني اگر كو نو صابية جوابا ومقدرة لأذين لكم في فتح مكة او باطا ايزنداج ورد فتح مكة دا
أيوة خدا إذن أبدا إجا إذن دخولا مكي بدا أبقو تهر مكي وحربي بكي إجا بيا خدا أواجه كريه ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمن في مكة أجبوك خدا تعالى يعني ليدخل الله في رحمته من يشاء جبوك خدا تعالى بغوزة داخل بكاد رحمته خدا كي بغوزة جوان مؤمن دي مكة دا يعني خدايت عاد خوزك وان جي داخل رحمته خدا بك يعني زرارك ني سري وان دبي هنغام هاني دا دبي شر و قوغا هاني دا جي زرارك ني جوان خدايت عاد خوزه وان جتك بالرحمه خو بلي لو تزينوا سيدا نعم يعني دبي خد تعالى ننعى وكرج حربك ونهرن انيك حرب مكه بكل يبوك 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 إلى الله فرحمتي من يشاء يبوك فضاء داخل بك برحمة خدا إيك حزدك جمع مناش وان داخل رحمة خدا بك يعني كتش وان محافظة بك تشكي بوان نبا زرار كي بوان نبا ورحمة أمك وان جي تشكي زرار كي نجي جوان إنسان وريجي نكاجي جابن دوان مشتكا جي بقابي مسلمان أري أري صبرا صبر صابر تيجي كي قدريك يا جهاز ظلامي تمام ليه الخيلة تتكي علا تيجي كيجا ليه الخيلة ليه الخيلة ايه علا تجبو بيا كفا ايدي الناس عنكم ببطن مكة ايجا ما مكر شما ما نكر جبوك خد طلاوة طابي طابي يعني خدايت على نهج ليكون بالشرط كمن مكي جبونا فان إنسان مؤمن يدنا وكافر هذا زرار لكن يسري وان خش لو تزينوا يعني لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة معنى الأول أجر فقط يانا فقط يانا أو إنسان كافر دمكة دا جمؤمنا فقط يانا دمكة دا لعذبنا الذين كفروا ما يبدأ عذاب داني أواني كافره كب كافر بخدا وبرسول خدا عذابا موجعا ها ما عذابك ألملي يعني عذابك كجان يقجي ما يبدأ موجعنين موجعا موجعا ملي أم در باسط من خشلو نشتا إن شاء الله و... سيدا لو تزيلو يعني مو و ضمير الرجع بال و مسلمانا وكي أو مسلمانا كو خوا أشكرا نكرنا و او اشکره بینا یعنی وی وقتی ضرر سر واده ند حتا ما توین المکه باسکونا مکه سر بست کردیم این فرق تنه شو اصلا وقتی که جهد بقتل نو تزینو تو راجب المؤمن با بکی ایجا اوش کافره بقتل اما من راجب الکافره که مگو کافر ایجاش مؤمن بقتل یعنی على كل حال این معنی تشجیه یا تمام سیدا بله و قرئه والهدية بتخفيف الياء وتشديدها والهدية والهدية هم بتخفيفها هي هم تشديدها وهي هاكية إذا تشيها معنوي وهو ما يهدى إلى الكعبة أو تشتتي هدية كنش كعبيرة بالنسبة إليا بالنسبة يخندل عطفا على الضمير المنصوب في صدوكم عين وكوكم أبو صدوكم وصدوا الهدية أي صدوكم وصدوا الهدية وبالجر عطف على المسجد الحرام ما قوه من الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن الهدي صدوك شوى كنج مسجد الحرام صدوى كنج هدية إذا شوى معنى شوى شدما بمعنى وصدوكم وبالجر يعني أفجي هالحدقرة أتكى يعني وقرئ الهدي بالنصب وقرئ الهدي بالجر نا ظلم نا قيل اتنين تو كخوستنا خوتنا كاري بجر ورفع بخوينا سيدا شيك دبي راسه وقرئ والهدي بالنصب عطنا وقرئ وبالجر عطوا سلوى بالنصب بها بن واو هي او يجعطن على المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام انا ريقي لا تمام متقول خي متقول قد اعراب لسالي مقدرة اما اعرابه وظاهرته راس راس خبره وين تمام وصيح تمام امتر باسطنا
يعني ما تقول قي هداية ما تقول إعرابة وين مقدرة أنا إجا هدية وهدية تيخون البلد إجا أي صدوكم وصدوا لهدي صدى وجه كلنا منع وجه كلنا منع هديش كلنا وبالجر بمعنى وصدوكم عن نهر الهدي إجا منع وكلنا سرجي كلنا دبي معكوفا يعني أن يبلغ معينة ويعني يعني محبوس ثلاث كل وصل أمين بالجربة مضافتي مقدرة و كم من أوكل عن المشري وصدوا عن الهدي يعني عن نحر عن نحر الهدي بلى معكوفا يعني بلى معكوفا يعني محبوسا عن أن يبلغ يعني ويحبس كرناك وهرى بقي جدجي وهرى منا الهوي ولا سرجك وبالرفع يعني وما قلتش بالنسب وبالنسب وبالجر وبالرفع جات يا اخوان هذه والهدي والهديه والهدي على وصد الهدي وصد الهدي ابن اجا او شخي نائب فاعل فعلك مقدرك وصد يا يعني ما قول وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي يعني وصد الهدي او شغي فعلا مقدره نائب فاعل فعلك مقدره سيدو نبي اسبني فعل الودري فعل اول بنو فعلة وفعل كي بنو مفعول الودري مقدر بكي صون كي نخش شدبه أبغولي شنو به وبالرفع على وصد الهدي يعني وصد الهدي أبجي قراءتك نعم قراءت يعني وصد يعني قراءتك جي يعني على سيدة. معنى وبالرفع على معنى وصد سيدة سعدا سيدة وبالرفع كد بي تبان ناجو فلك مقدرة دلالتي لسوي فعلا مقدر دكا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي يعني وصد الهدي يعني او وصدوكم دلالة لسان صديد كائن دي ايجابي كنت بيجي قراءتك يا واي قراءتك بصدش كتنا يعني بصاب يا ابوتا ندقو يعني هو بالجري هو بالرفعي وبالرفعي بالرفعي نقو وعلى سر بيت تاويلا وصد على سيرفيت مالي سيدو از ويو تركي بخوي نماز بني بلكي تبي نروز دي لبلد بيجي وصد الهديو انلامında مرفوع ده اوكنمشتو وصد الهديو تمام بو انلام يا تي خدنا كو صد الهديو ولا رقت يا فندم يعني الرقا هديو لسال انلام معناه كو صد الهديو نعم بلي نانا وصداء دقيرة أدى تنا ملا بلا بلا أمدى بص ومحل له سيدا أو بهم كي أو معكوفا أن يبلغ محل له يعني هي أو وجه رفع نخوان دي هي جاش هدية خلاص نبي بنو بين ودا معكوفا أن يبلغ محل له قوت أو عجبا معنا دي تدا شهد بنيوم نعم مثلا بجوا بالجري عطفا على المسجد الحرامي وي وقت بمعنى وصدكم ان نحر الهدي جحظ بقوت بيا وبالرفع هولي نو معكوفا ان يبلغ محله معنى كربيا والله وي ارايدا وي ارايدا اني تشكي نوبن يعني مقول بالك او معكوفا ان يبلغ محله السروي معنى جري نعم السروي معنى محبوس ولا معنى كده نعم نعم بلد أنا أبغي معنى جرى فهم كده أنا نبغي معنى والله ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره يعني محل هدية شيء يعني مكانك وحلالة تدا ولا سرجك أي يجب يعني مكاني وي يعني مكانك واجبة تدا ولا سرجك يقصى لحديبية يجي مكاني وي بيها وهذا دليل لأبي حنيفة على أن المحصرة محل هديه الحرم أبي دليل أبو حنيفة دبي
مكان هديا حرمي جيك ولا حاصر كرن اما لكو ولا حاصر كرن على ان المحصره محل هديا الحرم يعني جي محصر انسانك حجيله ولا انجل مشكرن جي هديا وي حرمي انجا قال حرمي ولا سجيك يعني هديوي محصر بيجي هديوي نار حرامي بيجي اوي وصل ميا اجا لو ما قلتها ان يبلغ محله اعطي المنع كلك ان يبلغ محله منع فان قلت اجبت بيجي فكيف حل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه منع يعني پیغمبر عليه السلام وصحابي شو حلال بيا جوان را كو قربانا خو سرجيكن يعني لسر لسر بي قوتنا او كوها لسر بي قوتنا ابو حنيفة كو ابو حنيفة بي إلا غير حرم بي ايباي فانا لحدي بي سرجيكرنا كا يعني ما قرشا ابو حنيفة بو ترس آياتي ها وإنما سيدة ها فكيف حل معنى نهل شد بي فكيف حل رسول الله من يعني شو اخوه حلال كناش احرام در كتنا نا 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 فكيف بسك نيت بنيت نايل دوام اي وراء بس صبر كده ما نتنا فكيف حل رسول الله صلى ومن معه وانما نحيرة هذه بالحديبية شو حلال كريا بي وانسلام و اي بيرا مادام جهة هدية حرامة و افا هدية اخوه الحديبية شارج كرنا نخوت شو الوي در احرام در كتنا اخوه حلال كرنا جي احرامي شما نانا احرامي نانا حلا سيدا سيدا مصادا هبا ياتي وقتاكم محصر حتى يحصار كرني جيبونا كجي احرام الدركة بقرع وي قربانا وشارجيك وجي احرام الدركة ليه؟ حتى قربانا سارجي نكا شو جي احرام الدركة اما كيفا يعني حلا يعني دبيكي صادا بولكي دبيكي دبي اي وهذا دليل يدي حنيفة على ان المحصرة محل هديه الحرم جي هديه حرمه قال يعني بتكرت احصار كني قال هديه بشنا حرمه بسكنا حتى نكو بقي جا حرم التخمين الشرط كني كل هي حرام جمع يعني بل حلا خبرة مالا اكوة خبرة وي بمعنى بكرنا جي حرامه يا دفر دراستا هما تمام معنا حلال كلن بيوم ما تمام نعم خبره كيف حله خبرته فكيف حل رسول الله معه شو احرامه خو بكرنا يعني طبي شو حتى قربانه سرجينكن فروغ جينكن حتى مثلا بيون سلام بشتي مسلمة بشيوره غازي بربري خد كه ودبيت ولا متراش كه او يتراش كه عندي ابيدت بي وسطين حتى بيرجع في عمك كتاب زينب مسلمة مسلمة فقد بيا رسول الله حتى في قربان تعمد بيش أجيك لم جحرام الدليل كس أبناك يعني كل صاد سيم وما صاد بك كس تأخذنا كارن شجيك تعمد جي بيا عجز بع حد بيرك تعمد بيا رسول الله تعوج شجيك بره كس تبني له بني لك تشجيك له ويا مش شجيك وورد يعني أيوة 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 وصل هب قراصات بين يعني وصل بري عجلات كنا دي تب أو كنا وإنما نوحي لهديو بالحديبية الحديبية فاتية السرجك قربانا أخو السر قلتنا أبو حنيفة فيها شيء نابة قلت هذا بشم بعض الحديبية من الحرمي هنكش حديبية جيت كذا حرمي عندي أو سرجكنا قرباني جيت كتي حرم يعني قلتنا أبو حنيفة فرضا تينا بجيت كلو قلتنا أبو حنيفة بجيت كلو حديبية بخوش جي حرامها جي هنكش جيت تبنا هنكش جيت وروي هنك شيء كذا حرامي هنك كذا حلي يا مني وروي سبع أبيا قصصا دليل الشافعية وكيف محصل لجيك وهذا حصل كنا اللي بدري شيء حكم اللي حرام مدد كذا وقربان أو شيء يعني أبيات بي إلا جرى أبو حنيفة بي إلا جرى حرامي ده أفن في عمل بالشيء كذا أبيات أنك قسمك شيء حرام أفن دي حلي دا سكان دي من الشادر كتانا دي حرمي دا جي قربان شجي كرنا اوه تفريقا دخذي ورتانكا دليل اكي جريارة تنه بني وايد بني دا ازولان طيبي دي بيجه اوه سؤال وارد للسر مذهبي ابو حنيفة دبا اصلا دا لبا شافعي محل الهدي حيث احصيره وقد مر تعقيب في سورة البقرة لكدر ملك معسر هاتي احصار كرن اوه دا الجي هديوية اوه الوشدك بني
ام دوام كان ماني وما قلت شيء. قلت بعض الحديبيه من الحان وروي ان مضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الحلي يعني شادري في مثلا بخذ حلي دابونه ومصلاه في الحرمي اجا جي اللي مشكلنا وين الحرمي دابي. فان قلت اكتب بيجي فاذا قد نحر في الحرمي ده حرمي ده او شاق قربالة سرجي كلا فلما قيل معكوفا ان يبلغ معين له ها افانا هاتنا حبس كرم كو قربان هرب جي جيخو اي بشتي كو يعني ام بيجي قربان لحبوشي كو بجي اه مقول حديبية حديبية لسر قوتنا ابو حنيفة حديبية جد كبا حرمي وحديبية قب كبا حرمي قربان ده جيه خدا هاتنا سرجي كرن شما خدا تعالى قوتيا معكوفا أن يبلغ محيلة ومحبوسا أن يبلغ محيلة. لا قلت المراد المحيل المعهود ومنا مكاني كهركس دزانه وناس دكا شهركس إلى معلومة جيه قربان سرجي كرني كل منا أن نهشتنا بك جوي دري هاتي حبس كرن جوي دري طبي بل لم تعلموهم كلمة كيف يا جمال من دفد عن مذهب الشافعي وحنيفي بنا بلدو دلي ملكية فرودي از اولا بتجي وكا مخشرين اكا خودش ترازي با او كا مذهب خوب كتجي او كا مذهب عم تفسير يتبجن افيانا كي توافقية بلي لم تعلموهم خودش ترازي با لم تعلموهم صفة افيا للرجال والنساء جميعا اما قوت شه ما قو ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات صفة واجين لم تعلموهم كون وان نازناكن كون وان نازناكن او هنكي وصا ميرو جني وصا المؤمن كون وان نازناكن ها ابدا صفتي بي بني تفضل تشكي دنا يا سيدي بني فم ضميرا جبل رجالا ويا بتغليبا ونساء ويا بتغليبا رجالا لسنسا بني بني رست وان تطاوهم ايجا ما قوت شي لم تعلموهم أن تطؤهم أو نوان ناز ناكن بدل ش يا عدو بيانش بروان باجي كو أن تطؤهم كون بلوان أبيا بدل اجتماعي منهم ده بدل اجتماعش بر وان رجال ونساء با ياش بروان با أو من الضمير المنصوب في تعلمهم عين يشو أو ضمير جميلة وانا بل والمعرض مفعلة ده قال بمفعلة ده من عره بمعنى عراه إذا دهاه ما يكرهه بمعنى عراه نجني بمعنى عراه إذا دهاه ما يكرهه ويشق عليه وقت تشتكي وصا باسقن السري بك وبالسري بيدور يعني هنا كجومي سري بكن تشتكي كزور يعني أبيا چه أبيا وان كسي كل وين مثل وان دور معرد ملي فابسي بكم منه معرد يعني معركي معركي إصابي وبا معركي إصابي وبا يعني لو إذا لما جو ماني إما معري كر صفتي وان وان ما وان مؤمنة إذا تبرد كا صفتي وان كسي كم سلي وان دوري نوصا فتصيبكم منهم إصابي وبا جوان معركي يعني أبن راسته وقتكم مؤمن هرن وان بكوشن هرن بيل وان كن هرن دربكي الواخن أو شخي جوي كشتنا وان جوي أزيدانا وان مؤمنين ناس أو شخي بلاك جم مؤمن راتي شكو مثلا يخوي وان بدن بلاك جم مؤمنين كو بيل وان بكا بنا ناس كرني أو مؤمنين تمام إيجا أوي بني أوي يخوي وان بدن أوي قني وان بكشين روجة قيامتي أبا أبيا بلاكي تسلي سليم منها بلي أب مع رأيها بلي وبخير علمين متعلق بأن تطوهم يعني ون بيل وانكن دحالك ون جوان بخبر هاي وجوان تنا ون والناس ناكن أن تطوهم أن تلفوهم بغير يعني بلي أن تطوهم غير عالمين بهم ون بيل وانكن دحالك ون والناس ناكن والوطء والدوس ها بيلكرن ودوساندن وصا او بكن عباره عن الايقاع والاباده يعني ون وان يوغ بكن وان بكوشن وان هنن يعني ها دربك الواخنا او معنى ووطئتنا وطئا
على حنق وط المقيد نابة الهرمي. كلام كسيدة ما شعرته بيجي تم سعيد بي شمر بيجي أري تمام سيدة دقيقة. ووطئنا وطئا على حنق ما بيلكر بيلكرنا كيل سر إرسي غضب عجزي ما بيلكر من وكي تي بيلكرنا ما وطئ المقيدي وكي بيلكرنا اوي دفاكو قريداية لجا بيلكا سي بيلكتك نابت الهرمي او دفاديشي هيا جاكية إجاب دابا وقتك ويدخل الشيوان دارا بيسر خوشم دابيوان تف أوكش يعني دريش تدانا دابيوان دادا شاو دابيوان خوين جدبا ديسا شوي خوارنا ويرا خارن وبيلت كن ودعجقين ودخل آبيا وكي بيريكنا دابي بيوي جايبك شوا كهور هودك أمجي ما بيل وكريا بهيرسيل بود نعم جزاك الله خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدمك وطأت معنا بيلكرنو دوساندنو عشقاندنو و هلاكرنا. وقال رسول وإن آخر وطأة وطئها الله بوجين أذا أنسون بيلكرنا كو خدايت على بيلكرية بوجين وجه يا سيدة وجنا بجيك يا سيدة ويا أساس يعني معنى شيء في الفتاة حرب الطائف فلان هي يا حرب الطائف وهو زاني حنين يعني بي وين معنى بيه أن سون بسيك خل تعالى بمشركة داكرني أو وطأت يعني أو حربها يعني أو أن آخرة أن آخر أخزة أو وقعة واقعة بلاك جرتنك أوقع الله تعالى بالكفار كانت بوجه كل وجهية وكانت أوجيب حبة طائفة وحنين وكانت غزوة الطائفة أو آخر خزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يغزو بعض إلا خزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشتكرة حربين كريا وبيغمت بيدا وفات كريا الدنيا يشغل فيه ولم يكن فيها قتال حربت دبي ده حرب تبوك بيا دبي حرب تبوك كده شو حرب تبوك كده شو قتال شنو ماشي حرب تبوك بخذ اجي قتال شنو عين بس ما له فرق والمعنى انه كان بمكه قوم يا جماعه ايات قوم بلا بي قوم كه من المسلمين مختلطون بالمشركين انا تبلي هبن بالمشركين خير متميزين منهم جوا نبقتانين ولا معروفين الاماكن جيوان جينا بيننا ايه أبي تشاتشي به كابا تشام سلمان يعني رابن وان بقتين مشركة زرارة بدن مشركة وندر وان مسلمان نبلي معروفي الأماكن معروفي الأماكن يعني معروفين الأماكن أو نونا بكتير فقيل ولولا كراه عندي هواء جابتي قلتن ولولا كراهة أن تهلكوا ناس المؤمنين بين ظهراني المشركين اگر نه جکران دنا قوی هرن هیلاکی هنک ناس جمعنا ونه ببنه هیلاکی سیده ونه ببنه هیلاکی ونه ببنه هیلاکی هنکی ناس جمعنا دنا بینا مشرکا قدانه اگر نش بیا بیا و انتو خیلو عارفی نبیم ونجی نخبردار جوانن فیصیبکم به هیلاکیم مکروه و مشقت اندی به ایصابه کرنوان کون وام ببنه هیلاکی اوي مكروه اوي اصابي وابكا سيدا اوي يعني بهلاكه وان اوي مكروه مشقتك ولا سري ودا يعني بقول يا اوي خوي اوي خوي كاسيه بانا يا اوي بني كاري بقتل كاسيه وان شكي بانا مؤمنين اجل نجبي يا بيا لما كف ايديكم عنهم خذيك على في مدستي و جوان ندك شاندن مدستي وين ندى منعك وما يجورا بكذا دستي وجورا وبكمل مكي شكت بالوليخ وحزن لما كفى ايديكم عنهم جواب الاولى بلي بلي واش غد بيجي وحزن بجواب الاولى شو معنى دلاله الكلام عليه كلام درس ما حس فايدك بريجارا كلامي على بعض الاولى جواب بيتش حس ويجوز ان يكون لو تزيلوا كالتكرير للولا رجال مؤمنون ابيا
يعني ما بقول لولا رجال مؤمنون اجل هنك مي من تنبون لم تعلموا ان تطؤوهم فتصيبكم معركه. ايجاد بين لو تزينوا يعني ابدبك تكرار ويدا يعني اجل جنبك كان اجل ابي اوات تنبون اقب وي وي ملاكي جوان جوان دا جوارا ولا ايه اجل جنبك تيانا يعني سانكي سانكي لبابك تكرار جنب هنك جوسا قوتيه ويجد ان يكون لو تزينوا كالتكرير للولا رجال مؤمنون شما لمرجعهما الى معنى واحد هذا شن عين جيت يا هذا عين تشتكي بجن يعني يعني اگر كو تبي هبني بونا اگر كو شب قطان دي بونا ودورم اوام اما جبل كو تبي هبن اما اذن ما ندا عين تشتا ما هذا ما عالم تشجي ويكون لعذبنا هو الجواب او شاغي لعذبنا دبا جوابا ولولا رجال مؤمنون شي يعني وقتا كل لو تذيلوا تكيرش بيش دولا رجالنا مالي و تكي تكيرا وي إجاوة قوي هم أوتوماتيك ما لا عزبنا تتكي چه تتكي جوابا لولا مالي مالي سنان أم در باصل فإن قلت أقول بيجي أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون يعني أو كأوي چه شدتك مشقتك ولا سري وان مسلماني كو پیغمبران او هرن وان مسلماني كو تمي كافرن او مكوش ايه واناز ناكن وانا كن واناز ناكن قلت شكي نكا بس ديوان قلت ازي بشم يصيبهم وجوب الدية والكفارة او سري وان دورة واجب خوين وان بدن وكفارة وقتل خطأ بدن وسوء قالة المشركين يعني او قتل كو اساسيات ناي لا مشكلني دوي قتل دا كفارته تشي يا اتو رقبتينا يا دم لسره روجية جبوجي بجيرنا يا ارسل درسينا يا رجيم دي حتى بلزونا دي إيرودا مسلمان دينا كشتني مسلمان هبدود كوجن أبان قاتل أتروش كي الله رزاسي يتشن آيات تين در خصن وها مرجع فهمتك يعني مسلمان دنا بينا مشركا دا هبن شبها كوي مسلمان ورن كشتني خدای تعالی ازنا کشتنا وان مشرکا جینا دا نه او خط بجه به فتح مکی تأخیر بکه نه 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 نشتیه دو خدا نشتیه پشتی بود سه یعنی خوینا مؤمنا لبا خدا گلک عزیزه خدا سبب بکه سیده بنی جبو که زران نگیردان مؤمن هانکا خود تعالی چوندنا مؤمنا کتنا مکی ای سالی من اکر ایزن ندا جبو کتران نگی جبو ممنان اکا سالا پیش دوارا وحاق پتی کرنی که مطعم اکی او ایش خوی الان ایمان آخو بکر او تو سورن چکو تیتر چینا هنی دیمه که قتل ممنا لجم خود اوقاس خوینا ممنا اوقات دیاریه کی خود تعالا مسعدا فتح مکی دایی نده ملی تمام ازمان قلتو ملی أي معرة ما قلت الدية والكفارة وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز وأوي يعني خبردان منا يعني أوي يعني مشرك باردو خبردان مشرك أوي خبردان أخوي نخش بكن أي بجر فانا أهل الدين يخش آني سليمة آني سلي أهل الدين يخشي هفالي يخشي رابو كشتن يعني تحتي بلا منتن يعني بني او الگي كوب تركي جرا من الگي اف يعني بدنكتنا دنگي نخوش كوب سر مسلمانا كبا دعوة مسلمانا لا كلامش ببا رب العالم اذن وين ده والمأسم اذا جرى منهم بعض التقصير ملي من خير تمييز والمأسم اذا جرى منهم بعض التقصير اظن ان أي تصيبهم إذا قتلوهم لا يعلمنا قد يصيبهم وجوب الدية والكفالة وسوء القالة والمأثم إذا جرى منهم
بعد التقسيم. بني عطب سبب وجوب الديه والكفاره والمأسم عطب سبب دبا وسوء قاله بلي بلي خش شارتش شارتش يجي خوين وانت كذا يك كفاره وانت كذا يجي يجي سوء قاله خبر دانا نخش ايه دي يجي جناه دي كذا سيون وقتك ولو هيك يجي تقسيراتي كذا نفسه يعني تقسيراتي كي وان هبا كشنا وانا نكارك مثلا حقي وانا تقسيراتي كذا اوجي جناه كذا بلي فان قلت عرفت بيجي قوله تعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء تعليل لماذا ابي علته شيء والله وين وين تشتكم ابو سيد الرسالي خبر داد بيجن او دع علته شيء اما بيجن تعليل بلي لماذا قلت لما دلت عليه الايه ايه تشتك لسبتك وثيقه له او يعني آياته هو ساجي سياق آياته جي دلالة سيدك يعني آيات بوي هوا يا تذكر كده أو كيه من كف الأيدي عن أهل مكة شما خداي تعالى دست المؤمنة أهل مكة دايك شاندني ليدخل الله في رحمته من يشاء والمنع من قتلهم وخداي تعالى قوتي قرأوا ونكوش الأهل مكة شما جي صونا لمن بين أظهره من المؤمنين اصل جبونا محافظه كرنا وان مؤمن يكود نابينا مشرك ادانا وبنزانين او ازراري ببين اجبونا محافظه كرنا وان خدای تعالى دست مؤمنا ج مشرك اجي دايكشن اچما ليدخل الله في رحمته من يشاء من المؤمنين من المؤمنين خير العالمين او مؤمن يكون ناس ناين ناس كرن اصلا خدای تعالى خصيه وان تك الرحمه بني الرحمه وان بيخص من يشاو مقصود بي اونا من المؤمنين بلى كأنه قال سانكي خدايت على وهذا بيجا كان الكف ومنع التعذيبي خدايت على يعني كف دستي مؤمنة جوان كشان وقالوا وان ندن عذاب داني جي مشركات شما ليدخل الله في رحمته خدايت على تيك نظر رحمته كي اي في توفيقه لزيادة الخير وطاعة جبو زيدبونا خير وطاعته مؤمنهم وان مؤمني كو دويدر دانا يعني مؤمني كو مكيدانا وانوزنا او ليدخل في الاسلام يجبو داخل بد اسلام دا من رغب فيه داخل بنيا بدا داخل بكت اسلام او ليدخل خدا تعالى داخل بكت اسلام دا من رغب فيه كيف رغبتا وان اسلام دا من مشركه مش مشركة يعني مثلا انا مشركة نكوشن نو نكوشن بلكي حتى صالح قادني حتى صالح قادني ايه قدني وانا اسلامي خوش بقى وش بقى المسلمان فينا هذا برضا ليدخل الله في رحمته من اجت عبارتش مشركة يعني دبك وش دك حسابك ياج مؤمنا بن او من يشاو ياج مشركة بن وان مشركة كن من رغبة في الاسلامي لو تزيلوا لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعضين اجال وش فقط يانا اگر کج هف آیلی ببونا هنگ شما شنکا یعنی وان مؤمنی نناس او آیلی زادیت شو شده تشکی دنیم لو تذیلو لعذبنا الذین کفروا منم عذابنا لی از اونا صبره از غلامی تنه از راست بشم صبر بکر غلامی خوب نیره لو تذیلو یعنی وان مشرک وان مؤمنی کل مکیدانه او اگر جو قطیا بونا جو وقتیانا لو تزيلوا لو تفرقوا شفقت يانا وتميز بعضهم عن بعض يعني بعض المؤمنين عن بعض المشركين لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا اكلكوا شفقة تانيبوا ناخذات بهم ما يعذبك ما الظلم بدا وان مشركي مكي اما جاب نخة تانتينا اجا ام لو تزيلوا من زاله يزيلوه جزال يزيلوه جمعنا شفقة تانينا وقرئ لو تزايلوا او جبقت يما لو تزايلوا اجاكو هن جوا جبقتين ياجي او جبقت يما اجا جبابي مفعلي لو تزايلوا جبقت يما لو تزايلوا اجا اوام بخبخو خجابدو بقتين جبقتين بلي بس حيا برا بس اصابكم